كل من المتوقع أن نحقق الهدفين قبل الموعدين المحددين. نعم بالنسبة إلى ذروة انبعاثات الكربون، ربما الصين ستحقق هذا الهدف في حلول عام 2025. لماذا يعني نتجاوز الدول الأخرى في هذا الصدد؟ نحن نهتم بحماية صحتنا ونهتم بخلق حياة جميلة. هذا أولا، نحن المستفيد الأول والأكبر من خلال هذه الجهود. وطبعا هناك أساس متين لتحقيق هذا الهدف، لأن منذ سنوات قد بدأت الصين في دفع التحول الاقتصادي أو تعديل هيكل الاقتصادي. هذا يعني نحن نقلل من الاعتماد على الصناعات عالية أو شديدة التلويث أو عالية الانبعاثات. قد بدأت هذه العملية منذ أكثر من 10 سنوات وحققنا إنجازات ملحوظة في هذا الصدد، فهذا أساس اقتصادي متين. وفي المستقبل سنتخذ، قد بدأنا في اتخاذ الإجراءات، مثلا تعديل هيكل الصناعات، يعني تقليل الصناعات أو قبح نمو الصناعات شديدة التلويث. هناك خطوة أخرى، مثلا تطوير الطاقة النظيفة والمتجددة، نعتمد على الطاقة الشمسية وموارد المياه والرياح لتوليد الكهرباء. وقبل 5 سنوات تقريبا، وبدعوة من الصين، تم تأسيس منظمة التعاون التنمية والتعاون لشبكة الطاقة في العالم. فهذا أول منظمة من هذا النوع. هذا المنظمة تهدف إلى ربط المصانع الكهربائية في كل أنحاء العالم، أولا داخل الصين، هذا لزيادة أو تحسين توزيع الكهرباء، فهذا لتوفير الموارد. إلى ذلك أيضا نهتم بتطوير نظام النقل الأخضر في حياتنا. قد يعني شعرنا بذلك بشكل بارز أو بشكل ملحوظ. وأيضا نهتم بتطوير المالية الخضراء من خلال زيادة التمويل في الصناعات المعرية، في الصناعات النظيفة، نحقق هذه الأهداف. فبشكل عام، بفضل المزايا لنظام الصين قدرة تعبئة ضخمة، فلا شك أننا سنحقق الهدفين الطموحين.